اليوم بتكلم عن طريقة زراعة اليوسفي والليمون. هي نفس طريقة زراعة البرتقال، لكن في طريقة أسهل، وهي أني أزيل القشرة الخارجية الموجودة على البذرة وأخليها في منديل مبلل في علبة محكمة الإغلاق. تطلع الجذور ما بين 5 أيام إلى أسبوع، بعد كذا أنقلها للتربة. طبعا هذه بذور اليوسفي أغطيها بشوية تراب عشان يساعد على البراعم بعد كذا أنها تطلع، وأهم شيء أحافظ على رطوبة التربة حتى ما تنشف البذور. وهنا عندي بذور الليمون، هنا عندي براعم الليمون بعد أسبوع من الزراعة في التربة، وهنا عندي براعم اليوسفي بعد 2 أيام من الزراعة في التربة. حبيتوا تزرعوا في أكياس زي هذه الطريقة، ضروري تغسلون الكيس أول وتخرمونه من تحت، تحطون طبقة حصى عشان إذا جاء الهواء ما يطير الكيس. بعد كذا تحطون التربة وتزرعون فيه عادي. هنا التربة اللي أنا استخدمتها تربة البتموس، وهذه شكل ثمار الليمون أول ما تتكون. إذا ما قدرت أزيل غلاف البذرة، يكفي أنقع البذور 3 أيام في الماء مع تغيير الموية 2 مرات في اليوم. بعد كذا أنقلها المنديل مبلل في علبة محكمة الإغلاق وأتركها من 10 أيام لأسبوعين.